إلى شأن التربوي، يضرب يومين لأسبوعين متتاليين يعني بالضرورة تأخر على ما يقل 4 دروس في كل مادة. هذا ما وقفت عليه كاميرا تلفزيون النهار مع الزميلتين هاجر زليف وليليا داود. لو قمنا بعملية حسابية بسيطة نجد فئة من التلاميذ متأخرين ب4 دروس على الأقل بسبب الإضراب الذي شهده القطاع مؤخرا. المتأخرين استنجدوا بالدروس الخصوصية للالتحاق بزملائهم. الاخرين دخلنا في سبتمبر وهنا دخلنا روتار، مالقي دخلنا السمك مالقي هنا دخلنا روتار، رانا كيف كيف الدروس. علاش؟ على خاطرش الشيوخ تاعنا داونا الاضراب، على بالي تاخرنا البارحه فعل مثال وفعل اجوف وفعل ناقص درناهم على ضربه. وفي الرياضيات؟ في الرياضيات البارح درنا الآلة الحاسبة. الدروس الخصوصية يعني كل ما ندير درس نلقاه مازال ما داروش، تما انا توجور انا اللي نسبقهم. والفعل الناقص درتوه؟ نعم الخميس درتوه هذا الخميس. المتعارف عليه في الدروس التدعيمية هو إعادة شرح الدرس بطريقة تمكن التلميذ من فهمه. تما راكم متأخرين في الدروس. لكن وبعد الإضراب وجد أساتذة المدارس الخصوصية أنفسهم يقدمون دروسا لم يطلع عليها التلميذ من قبل. هنا تلاميذ عندنا من المدارس الخاصة ما داروش الإضراب، يعني راهم متقدمين في الدروس على حساب واش انا نديرو هنا. بصح اللي يقراو في المدارس العموميه داروا الاضراب، اذا هما متاخرين سورتو في اللغه العربيه، وعندهم يعني شهاده التعليم الابتدائي في اخر الاخر، لازم يعاودوا يديروا الدروس. الفعل المثال والفعل الاجوف والفعل الناقص هي نورمالمون يكون نقدر نقول لكم ماشي السمانه اللي فاتت اللي قبلها، هما داروا هذا الاسبوع. بعد أن كانت المدارس الخصوصية تأتي في المرتبة الثانية بعد المؤسسات التربوية، ها هي اليوم مدارس الدعم تتفوق على المؤسسات التربوية ويستنجد بها لتعويض ما ضاع من دروس في المدارس العمومية.